هالو جايز اند هاو ار يو توداي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير ومشرفيني ومنوريني في القناه. كل الناس الجديده اللي جت عندي النهارده جايين بنكمل سلسله السيتويشنز، المواقف اللي انا بلغتكم هي دي بتبقى اسهل طريقه بتخلي كل الاعمار اللي عندنا تتكلم انجليش بسهوله جدا، سواء مثلا من اول 5 سنين لحد لو حد خريج جامعه مثلا او خريج جامعي او سنه فوق 20 سنه بس لسه عنده مشكله ضليعه جدا ان هو يكون جمله بالانجلش او ان هو يتكلم انجلش اصلا في العموم. بيبقى عنده مشكله ان هو لسه على ما يكون جمله، على ما يتخيل الجمله، على ما يشوف ايه تكوينها. فطبعا سلسله السيتويشنز او المواقف عموما هي اللي بتخلي الموضوع ده سهل جدا. طب ايه فكره السيتويشن او ايه فكره الموقف؟ الموقف ده يا جماعه عشان في ناس دخلت لي على الخاص هي اصلا مش عارفه يعني ايه كلمه سيتويشن او يعني ايه موقف يا تيتشر سمر، عايزين ان احنا نفهمه عشان نبقى متابعين معاكي. السيتويشن ده يا جماعه يعني زي مشهد تمثيلي، مشهد تمثيلي كاننا في فيلم بالظبط، انا خدتك كده حطيتك جوه فيلم بالظبط وبقول لك وريني هتتصرف ازاي. هو ده فكره السيتويشن بكل بساطه، ان انا خدتك حطيتك جوه فيلم او جوه مشهد تمثيلي والمفروض ان انت تقولي هتتصرف ازاي وقتها. هديكوا كام مثال النهارده، ادخل مجموعه حاجات كده ببعضها واحنا نشوف الفكره بتاعتنا هتبقى عامله ازاي. بس ما تنسوش ان انتوا تتفرجوا على الفيديو لاخره علشان ان شاء الله هنحكي فيه او هنقول فيه في اكتر من موقف او اكتر من سيتويشن، موقف او مشهد تمثيلي علشان تقدروا تتكلموا بيه. ليه بقى؟ هقول لك السبب ان السيتويشن او الموقف ده هو اسهل حاجه تتعلم بيها انجلش. انا دلوقتي مثلا سي عايزاك تقول لي او اشوف رد فعلك في حاجه معينه، عمري كلامك لوحده كده مثلا دايركت معايا ما يعرفني انت هتتصرف ازاي في الموقف ده، لكن لو خدتك حطيتك في الموقف ده انت هتتصرف. عشان كده اسمه موقف، يعني خدتك حطيتك في الموقف ده فانت اوريدي هتتصرف تلقائي، لانك لازم وقتها تتصرف. فبالتالي نفس الشيء في الانجليش، انا خدتك دلوقتي اديتك في الاكزامبل ده او في السيتويشن ده فانت لازم تتكلم انجليش. عشان كده دي اسهل طريقه، بتخلي التفكير اسرع، بتخلي النطق احسن، بتخلي ان انت اصلا تكون جمله اسرع وافضل في البيت بالذات لو في ممارسه. ما ننساش دوس لايك ونتفرج على الفيديو لاخره وندوس اشتراك للقناه علشان في فيديوز جايه الفتره الجايه كتير جدا وكلها لها علاقه بالسيتويشن، فرصه في الاجازه الصيفيه. النهارده حد يسالني طب ايه اللي انت ماسكاه ده؟ ده عشان اول موقف عايزه ابدا بيه او اول مشهد تمثيلي ان انا عايزه ادي شخص هديه واقول له ابسط كلمات ممكن اقولها له بالانجلش. طيب ايه ابسط كلمه ممكن اقولها له؟ وهي This is for you. يبقى لما بحب ادي حد هديه بقول له This is for you، هذه عشانك او هذه لك، This is for you. طيب ايه رد فعله؟ حاجه من الاثنين، يا اما يكون انسان ذوق فيقول لك Thanks، وده طبعا الطبيعي لان مفيش حد مستحيل تدي له هديه يقول لك لا غير لو انت متخانق معاه وبتحاول تصالحه هو رافض الصلح ده. تمام، انا بديك الهديه اللطيفه دي This is for you، هذه عشانك، This is for you. هو لو قبل هيقول لك ايه؟ Thanks أو thanks a lot أو thank you very much أو thanks بس، أوكي؟ يبقى أنا أقدر أقول لك thanks أو thanks a lot أو thank you very much. شكرا جزيلا. يبقى ده الرد بتاعك. طب لو أنا إنسان قليل الذوق ورفضت الصلح بتاعك وعايز أديها لك، هقول لك no thanks. بمنتهى السخافة ومنتهى قلة الذوق no thanks. لو أنا مش عايز الهدية دي هقول إيه؟ no thanks. اوكي، يبقى دي اول سيتويشن او اول موقف معانا. لما تحب تدي حاجه لحد مش شرط هديه او قلم او شيء ما او فلوس مثلا بتديها له تقول له This is for you. ولو انا اخدتها فقالوا لك thanks او thank you او thank you very much، اوكي؟ او لو انا رافضها اقول لك sorry انا اسف او no thanks. No thanks، اوكي؟ يعني لا شكرا. طيب هدخل على السيتويشن نمبر 2. لو انا عايز اقدم لك حاجه هقول لك ايه بقى؟ بعرض عليك شيء ما او مثلا اكله معينه او كوبايه شاي. رايحه كده ماما بقول لها ايه بقى؟ تحب اعمل لك شاي؟ عايزه فنجان قهوه؟ هل تريدي ساندوتش؟ عايزه تاكلي ساندوتش مثلا معايا؟ راح اجيب بيتزا او راح اجيب اصل ليه معلش مدخلاها في المأكولات شويه علشان انا يعني دي معظم الطلبات اللي احنا بنطلبها من بعض. طب عايز اعمل لك حاجه معايا؟ اعمل لك كوبايه شاي معايا، اعمل لك قهوه معايا، اعمل لك اجيب لك اكله معينه او اجيب لك شيء برده ممكن اشياء بشتريها له. هيبقى ايه اسهل سؤال ممكن اساله له في الموضوع ده؟ ان انا بقول له ايه؟ Would you like؟ Would you like؟
اوكي لو انا مثلا عايزه اقول له هل تريد فنجان قهوه؟ Would you like a cup of coffee؟ هل تريد فنجان قهوه؟ طب لو انا عايزه اقول لك هل تريد كوبايه شاي؟ Would you like a cup of tea؟ Would you like يبقى لو انا عاوز حاجه معينه او بعرض حاجه معينه على حد لو عاوزها بقول له would you like يعني هل تريد. اوكي لو هو فعلا عاوز يقول لي yes thanks this is kind of you يعني دي حاجه كويسه جدا منك ان انت بتعرض عليا حاجه معينه ان انت تعملها لي. اوكي ده لو انا عايز اكمل الجمله يعني ممكن اقول له thanks خلاص كده خلصت او طبعا خلصت ان انا اقول له شكرا بس او اقول له thank you very much لسه قايلينها من شويه او ممكن اقول له ازود عليها بقى thanks this is kind of you يعني انا شايفه ان ده حاجه عطوفه او شيء كويس انت عملته او شيء لطيف انت قدمته لي فبقول لك compliment كده او كلمه لطيفه مني ان دي حاجه عطوفه او حاجه كويسه منك او حاجه لذيذه منك فقلت له this is kind of you. طب لو انا رافض no thanks هي دي ابسط طريقه للرفض وفيها سن تشيك الى حد ما no thanks. اوكي طيب في سيتويشن تاني ناخده النهارده ونختم بيه لو انا بس ده انا هقوله بفيديو تفصيلي لان في انواع كتيره منه ان انا مثلا عايزه اقول لكم باي باي اقدر اقول باي باي سي يو تومورو اشوفكم بكره سي يو لاتر اشوفكم بعدين فيما بعد او اقدر اقول لك سي يو يعني انا بعد نهايه الفيديو ده لو انا عايزه اودعكم مثلا او اقول باي باي او اشوفكم في فيديو تاني هقول لكم سي يو يعني اراك فيما بعد اوكي او سي يو لاتر سي يو او سي يو ده تلخيص لاي حاجه لان انا قلت لكم لما بنتكلم غير اما بندرس الكلام سهل جدا ان انا اتكلم معاك ممكن اقول لك باي خلصت وصلت لك ان انا ماشي ممكن اقول لك سي يو لاتر سي يو تومورو ممكن اقول لك سي يو خلاص كده برده خلصت كده هو فهم مني ان انا بقول له يعني باي باي او انا ماشي او انا هشوفك بعدين. اوكي يبقى كده ختمنا بايه بان انا لو حابه اودع حد او اقول له مع السلامه اقدر اقول له باي اقدر اقول له باي باي اقدر اقول له سي يو يعني اشوفك او اقول لك سي يو لاتر اشوفك بعدين او سي يو تومورو اشوفك بكره. وما تنسوش تدوسوا لايك واشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يظهر لكم كل جديد واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا بالفيديو معايا وما تنسوش لسه هنكمل سلسله السيتويشنز المواقف فيا ريت تشوفوها معايا كامله وانا هحاول في الفيديو او في التايتل او ديسكريبشن العنوان او صندوق الوصف ان انا اوضح لكم تفصيليا الموقف ده تقدروا تستخدموه امتى تمام وده يعتبر الحلقه نمبر 2 في السيتويشنز المواقف فيا ريت نعرفها كامله واللي عنده اي كومنت يقدر يشرفني على صفحه الفيسبوك تاسيس من الصفر مع ميس سمر بنفتح لايف هناك وبستقبل الاسئله اللي انتوا حابين تسالوها لي او توجهوها لي وبجاوب عليها في